طيب في سؤال مهم الحقيقة، النظام المصري عوم الجنيه، خفض سعر الصرف مرة تانية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي فيما يخص القرض الأخير مع الصندوق، لكن بنك نمورة هنا ومؤشر داموكليس بيقول أن البلاد ستتعرض لأزمة قاسية في سعر الصرف، يعني إيه اللي ممكن يحصل أكتر من أن الدولار بقى 24 جنيه دلوقتي؟ ممكن نتوقع أن سعر صرف الدولار يرتفع الدولار أمام الجنيه أكثر من هذا الرقم الحالي، وتشتد الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية في مصر أكثر مما هو موجود حاليا عليه، وهذا متوقع. طيب إيه دلالات أن الأزمة هتزيد؟ يعني ليه؟ ما هو لو كانت الأزمة هتزيد كانت زادت مثلا أول ما قرار التعويم اتخذ. أستاذ أسامة، إمتى نقول إن الأزمة أو الجنيه يبدأ في التحسن؟ لما تبدأ الإدارة في تغيير سياستها النقدية والسياسة المالية لها في الداخل. للأسف ما زالت الإدارة والحكومة المصرية تسير على المنهج القديم الذي سارت عليه منذ 9 سنوات تقريبا. نفس المنهج لم يتغير فيه شيئا. حينما يتغير تعاطيهم مع الإدارة وتعاطيهم مع الاقتصاد ووضع خطط جديدة وبديلة ودخول في الاستثمارات في قطاع الانتاج الحقيقي، نقدر نقول ان ممكن الاقتصاد يتحسن، وممكن نقول ان يوقف نزيف سعر الجنيه يوقف الى حد ما. انما طالما ان نفس السياسه هي نفسها الماضيه، فاذا مفيش جديد، هيفضل الجنيه يتدهور اكثر من ذلك. طيب لما بنتكلم على ان دوله زي سريلانكا ادائها افضل مننا وفقا لتقرير الياباني، الحقيقه ده بيثير تساؤلات كثيره جدا. ازاي دوله حصلت فيها اضطرابات سياسيه وشعبيه كثيره، دوله اعلنت افلاسها بشكل كبير، تكون احسن من مصر في مؤشر كهذا؟ ببساطة شديدة، الـ 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 الإدارة أو الحكومة في سريلانكا النهاردة ما بتاخدش قروض جديدة. الحكومة في سريلانكا مش عاملة طرق بتاخد منها الفلوس من المواطن السريلانكي وتحطه في ميزانية صناديق خاصة، في حين أن الطرق دي صادرة أو مصروفة من ميزانية الدولة. في جهات، في فساد مالي وإداري ضخم جدا في مصر يدفع مصر للأسف إلى الهبوط، ومؤشر الجنيه ينزل ويهبط ويصبح الاقتصاد في حالة خطيرة. أنا لا أتوقع أن في عندهم هذا الفساد الموجود عندنا في بلادنا المصرية.